15 من زمن الشوط الأول بخطأ من المدافع زيدان يب، بعد أن سدد أبو بكر عمر الكرة وأحرز الهدف الأول لصالح فريق جيبوتي. جاء هدف الأول في الدقيقة 15 طبعا، والهدف الثاني أو هدف التعديل الموريتاني جاء في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب محمد فال سيد بعد عرقلة حارس المرمى شحم إبراهيم في لمهاجم منتخب موريتانيا، واستطاع محمد فال سيد أن يحرز الهدف الأول أو هدف التعديل لصالح فريق موريتانيا. ومن ثم في الدقة 39 عاد أو أتى موسى أحمد بعد أن أحرز الهدف الثاني في أحرز الهدف الثاني لصالح جيبوتي. والدقيقة 46 موسى أحمد عاد أيضا ليسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده والثاني له شخصيا. موسى أحمد من جديد في الدقيقة 62 يحرز الهدف الموريتاني الهدف الجيبوتي، وموريتانيا تحاول تقليص الفارق في الدقيقة 68 عن طريق محمد فال. ومن ثم أيضا محمد عبد الرحمن يستطيع أن يقلص الفارق أكثر في الدقيقة 72 إلى أن المباراة تنتهي بهذه الصورة. دكتور، مباراة أولى وثلاث نقاط أولى ذهبت إلى جيبوتي بالرغم من بداية اللعب، بالرغم من أن ما شاهدنا فنيات وجماليات، بالعكس كانت هناك أخطاء كبيرة في أساسيات لعبة كرة القدم. أي ولكن الشوط الثاني خالد يعني الأهداف شوية نطت فد رونق للمباراة، لأن يعني المباراة تصير بها أهداف يعني علما 3-4 أهداف جت أخطاء يعني مو طبيعية، ولكن هالنسبة 7 أهداف شوية نطت فد يعني رونق للمباراة و